السلام عليكم نجومي، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا تدربتوا على كتابة الأعداد من عدد 20 21 إلى عدد 40. إذا في الحصة السابقة تعلمنا الأعداد، تعلمنا عد عشرات، والحصة الماضية تعلمنا عد الأعداد من 21 وحتى العدد 40. اليوم إن شاء الله رح نكمل عد الأعداد. انتهينا المرة الماضية إلى العدد 40، اليوم سوف نبدأ العد من العدد 41 حتى العدد 60، من العدد 41 حتى العدد 60. بدي إياكم بالبيت تستمروا في التدريب على كتابة الأعداد. إذن اليوم راح نكمل كتابة الأعداد، لازم الاستمرار والمتابعة في كتابة الأعداد. إحنا إذا فهمنا آلية كتابة الأعداد من 20 إلى 40، خلاص نكون نقدر نكمل الكتابة للمئة وحتى أكثر من المئة. إذا العدد اللي بلفظه راح أكتبه، العدد اللي بلفظه راح أكتبه. يلا نكمل. 41 نبدأ عد من الآحاد ثم العشرات. الآحاد عندنا 1، العشرات عندنا 40. إذا العشرات لفظوا 40، 50، 60، آخر الكلمة أون، 70، 80، 90. إذا نبدأ العد من عند الآحاد. 41، 2. شو تلفظنا الآحاد الأول؟ إذا بنكتب بالأول 42، 43، بعد الثلاثة بيجي 44، 45، 6. الأحاد أولا 6 ثم العشرات 40، عند العشرات 40، 47، بعد 47 يأتي لدينا 48، بعد 48 49. اتفقنا انه 9 عندما تصبح كبيرة، 9 في الآحاد تصبح كبيرة، تتفق مع العشرات على انه دور العشرات هي تصبح كبيرة، والتسعة ترجع الى العدد 0، تصير صغير كتير. 49، 9 راح تصير 0، والعشرات اللي هي 4 راح تصير أكبر، تصير 5. إذا بعد العدد 49 ظهر لدينا العدد 50. إذا بعد 49 يأتي العدد 50. هيا نكمل 50، هيا نعد. يلا 51، 52، 3، نضبط 3، 53. بعد 53 يأتي عنا لدينا 3، بعدها 4، 54، 55، 55، 56، 56. بعد 56 يأتي لدينا عدد 57،
بعد 57 يأتي 58، انظروا الأحاد بتغير والعشرات ثابت. 58 بعد 8 يأتي 59، هنا أصبح الأحاد كبير جدا، أصبح 9، فالتسعة تقول للخمسة إنه الخمسة عشرات دورك أنت تكبري وأنا أرجع صغيرة، فالتسعة ترجع صغيرة كتير تصير صفر. هاي العشرات راح تصير كبيرة، بعد الخمسة هتكبر شوي العشرات لحد ما تصير ستة. إذا 59 يأتي بعدها 60، أحسنتم يا أبطال. إذا طلاب هنا كتبنا الأعداد من العدد 41 حتى العدد 60، من 41 حتى العدد 60. بتمنى إنكم بالبيت تدربوا على كتابة الأعداد من 41 حتى العدد 60. طبعا أعزائي الطلاب إن واجب بيتي في البيت إنه نكمل عد الأعداد من العدد 41 حتى العدد 60. هلا قبل شوي حلينا مع بعض، كتبنا الأعداد مع بعض من 41 و60. أنت بالبيت تكمل كتابة الأعداد 41، 42، 43، 44، 45 حتى تصل إلى العدد 60. نكون هيك كتبنا الأعداد المرة الماضية من العدد 21 إلى العدد 40. اليوم رح نكمل كتابة من 41 حتى العدد 60. يعطيكم ألف عافية طلاب الرائعين، نستمر بالنشاط بتحضير الواجبات وحل الواجبات في البيت، تبعتوا لي إياهم إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. مس آية كانت معكم، للقاء.